والله من عزة هون نحكي عن الداجوكسن. هون سريع داجوكسن، شو هو الداجوكسن؟ الميكانيزم اوف اكشن، نحكي عن الهاف لايف لإله، الاشياء اللي بترفع الريسك اوف توكسيتي باي داجوكسن، الاشياء اللي بتزيد الريسك اوف توكسيتي، الانديكيشن للداجوكسن، سايد افكت للداجوكسن، الكونترا انديكيشن للايش للداجوكسن. الميكانيزم هو انهبيت صوديوم بوتاسيوم اي تي بي اس بام، طبعا برفع الكونتراكتيفيتي بهي الطريقه، لذلك برفع الانترا سيلولار كالسيوم داخل الكارديوميوسايت وبرفع الكونتراكتيفيتي وبعمل سلو كوندكشن على الاي في نود، منطقه الاي في نود في الكونتراكتيف سيستم. ظهرت الهاف لايف له طويل نوعا ما 36 ساعه، ثلاث ساعات عم نحكي عن يوم ونص يوم ونص. الانكريز ريسك اوف توكسيتي مين هي؟ هايبوكاليميا، هاي من اهم الالكترولايت اللي عم بزيد ريسك اوف توكسيتي. لذلك من الخطا انه مريض عنده داجوكسن توكسيتي انه نمشي على فوراسيمايد، لانه اذا مشينا على فوراسيمايد الفوراسيمايد رح يعمل هايبوكاليميا وراح يزيد عنده داجوكسن. هاي من النقاط المهمه. او ثيتايد الهايبوكاليميا كمان هاي اشياء بتزيد الداجوكسن توكسيتي. اند هايبر ايش؟ كالسيميا اضافه للميتابوليك اسيدوزس. ميتابوليك ايش؟ اسيدوزس. في عندنا بعض ادويه الارثميا بتزيد الداجوكسيتي زي المجموعه الاولى ايه، زي البروكانامايد، البروكانامايد او المجموعه الثالثه الاميودارون. هاي الادويه يمكن تزيد التوكسيتي زي الكوانيدين، في دواء الكوانيدين كمان هذا الادويه بتزيد الداجوكسيتي. ننتبه طلاب ناس لما يصير المريض عنده داجوكسيتي يمكن نلاقيه هايبركاليميا ساين اند سيمبتوم سايد افكت او ساين اند سيمبتوم داجوكسيتي، يمكن نلاقي هايبركاليميا، يمكن نلاقي هايبوكاليميا. حالات الكرونيك توكسيتي، بحالات الكرونيك توكسيتي، كرونيك توكسيتي غالبا بنلاقي ايذر نورمال بوتاسيوم او بنلاقي هايبوكاليميا. حالات الاكيوت توكسيتي غالبا شو بنلاقي؟ داجوكسن توكسيتي بتعمل هايبركاليميا. ليش؟ لانه الداجوكسن ببساطه هو بيعمل بلوكج للصوديوم بوتاسيوم اي تي بي اس بامب. هاي البامب وظيفتها انها تطلع صوديوم، ايش تطلع صوديوم، تدخل بوتاسيوم لجوه الخليه وتطلع صوديوم لبرا، تطلع 3 صوديوم وتدخل 2 بوتاسيوم، تدخل 2 بوتاسيوم. هذا وظيفة هاي الايش البامب. بس لما احنا نوقفها البوتاسيوم بضل برا الخلية. وين برا الخلية؟ بالدم. فلذلك لما يصير عنده داجوكسن توكسيتي بصير عندنا بلوكج للصوديوم بوتاسيوم اي تي بي اس بامب على الخلايا، فبصير عندنا هايبركاليميا بهاي الحالة. فلذلك ننتبه طلابنا انه شو الانديكيشن للداجوكسن؟ كونجستا هارت فيلر. بس ننتبه الداجوكسن هو ليس هو فيرست لاين دراج، هو انتبهوا طلابنا هو من الأدوية المستخدمة بحالات الريفراكتوري هارت فيلر، بحالات الريفراكتوري ليت ستيج هارت فيلر. إذا المريض ستيل سيمتوماتيك أعطينا الاس انيبتر، أعطينا البيتا بلوكر. إذا ما تحسن المريض على هذولا إضافة للدوريتك، طبعا الدوريتك الفراسيمايد، نضيف دوريتك ثاني اللي هو سبارونالكتون. إذا المريض ما تحسن نلجأ إنه نضيف بعض الأدوية زي الكالسيوم شانل بلوكر. إذا ما تحسن المريض نلجأ أمراض للداجوكسن أو للهيدرلازين زائد النايتريت عند البلاك بيبل. فلذلك الداجوكسن هو ليس فيرست لاين بحالات الهارت فيلر. الداجوكسن هسه الكونجستيف هارت فيلر، في عنا افب اتريال فيبريليشن امراض مستخدمه للداجوكسن ليس الفيرست لاين. فيرست لاين هو البيتا بلوكر. اس بي تي امراض مستخدمه للداجوكسن ليس الفيرست لاين، فيرست لاين هو ادينوزين الاس بي تي. سايد افكت في عنا الريثميا بيعمل بي في سيز. اهم وموست كومن او ايرلي سايد افكت على الهارت المريض عنده داجوكسن توكسيتي هي البي في سيز، بريماتشور فنتريكولار كونتراكشن، زمان كانوا يسموها اكسترا سيستول. هاي الموست كومن. في عنا اذر نوزي اند فوميتنج. نوزي اند فوميتنج هي ايرليست ساين اوف داجوكسن توكسيتي. نوزي اند فوميتنج ان جي اي ابسيت. Nausea and vomiting and GI upset and decreased appetite. هذا الـ early manifestation أو الـ early sign of diagnostic toxicity. أذر في عنا yellow vision. انتبهوا yellow vision. جابوها مرور في الامتحانات إنها جوندس. غلط، هي yellow vision فقط ما بتعمل جوندس. Gynecomastia. Chronic use of diagnostic بيعمل gynecomastia. بيعملوا bradycardia toxicity. يمكن تعمل any type of arrhythmia. براديكارديا، اتريال فيبريليشن. تخيلوا الداجوكسن المستخدم لعلاج الاتريال فيبريليشن، التوكسيتي بالداجوكسن يمكن تعمل اتريال فيبريليشن او اس في تي. تخيلوا، فلذلك يمكن تعمل براديكارديا، يمكن تعمل تك كارديا، يمكن تعمل اتريال فيبريليشن، يمكن تعمل اس في تي. بالنسبه للبوتاسيوم في الحالات الكرونيك توكسيتي بيكون عندنا هايبوكاليميا او نورمال بوتاسيوم، حالات الاكيوت توكسيتي بصير عندنا هايبركاليميا. هاي انتبهوا لها. لاحظوا الهايبوكاليميا هو ريسك فاكتور للتوكسيتي. لما يصير التوكسيتي المريض اما بنلاقيه هايبوكاليميا او نورمال او هايبركاليميا. الكونترا انديكيشن طلعوا هارت بلوك، كونترا انديكيشن اعطيهم داجوكسن. براديكارديا ممنوع اعطيهم داجوكسن اكيد. هايبركالسيميا هايبوكاليميا اند هايبومغنيزيميا، هذول الاشياء اللي اصلا بيؤدوا للتوكسيتي. هوكوم اند دبليو بي دبليو سندروم كونترا انديكيشن داجوكسن. هذا هو موضوع الداجوكسن، اتمنى تكونوا استفدتوا. يعطيكم العافيه جميعا.